لازم تعمل قسطرة. أوف لهالدرجة هي؟ غريب كيف لهلأ ما انتبهوا لتدهور الوضع. وضع خطير ومستغربة كيف لساتها عايشة لهلأ. يا لطيف يا دكتورة، الله لا يضرها، هي أمنا كلنا. كيفك أمي؟ موجوع لك ابني عمر، مانو هون. نازك أنا هون. شفت كيف يا بابا؟ ما بتقدر بلاك بنوب. والله ولا أنا بقدر بلاها يا مراد. ارتاحي أمي، كل شي رح يكون مثل ما بدك. قال بدهم يعملوا لي عملية يا ابني. لا، مجرد تنظير. مو هيك، بدك تعملي قسطرة. تنظير ولا قسطرة ما عادت تفرق، عمري مبين وساعتي مبينة قريبة. بالظاهر ما رح عيش لشوف أحفادي يا عمر. هلأ ليش هيك عم تحكي أمي؟ اسمعي، إذا أنت رحتي ما بقدر ربيهم لحالي، أنا ختيرت. بعد ما روح أنا بتقدروا تعملوا كل يلي بدكن إياه. أنت بس خليكي معنا ومثل ما بدك بنعمل. بس خلاص ما بقى بدي شيء من حدا يا عمر. أمي روح لعند هدول يلي مشغلينك وقل لهم إذا كان في شيء أهم من الوطن بالدنيا هو الأم. الإنسان بيولد بلا وطن، بس ما بيولد بلا أم. إذا الله اللي حلل الزواج هن بدهم يحرموه. حاضر أمي، أنا بكرة بقول لهم. وعدني وعدني يا ابني. خلص هلأ مو وقتها، ارتاحي أنتي. لا وقتها وما بدي ارتاح. هاي وصيتي يا ابني، إنه إبرو تصير مرتك. معلم خبر البيت لو سمحت، ما بدي ينشغل بالسلطانة. صرت جوز الست يا عبدو؟ وينشغل بالها أحسن. اتصلت فيها بس ما جاوبتني. أنتوا تابعوا الموضوع لحالكم، أنا بدي روح كمل الشغلة اللي ما خلصت. إيه بس لا تروح لوحدك. لك أنت عروح معي. يلا. لك لا خليك، عم بمزح معك. كاظم تقلب ولوت هلأ وعرف لي وين هني. بس أنا بحاجة مصاري على السريع. وقديش بيلزمك؟ بدي مبلغ يشتري قناة تلفزيونية. 20-30 مليون؟ لا مو قصدي اشتري محطة صغيرة هيك. ليش يا كبير؟ حضرتك شو إلك شغل بقطاع التلفزيون؟ عم يجي على بالي مثل بالمسلسلات يا صديقي، لازمتني مو بس. بس والله بهالأزمة الكل مهدد يا كبير بتعرف، وما فيني دينك هالمبلغ. معناتها ليش عايش يا جمال؟ ليش موجود؟ كش ملك مات، Thank you.
راح ضيفك؟ اي راح. هذا جمال كرجداك، كيف بتتحمل تحكي معه؟ ليش؟ لأنه كذاب كبير وبيفكر الكل جدبانه بيقدر يضحك عليهم، وقح وغدار. يكون كذاب أو صادق ما كتير بيهمني هذا الموضوع، اللي بيهمني إنه يحل لي شغلتي أو لا. أي شغلة بده يحل؟ هو يركز لي وضعي مع إسرائيل، بس يا ترى بيقدر يزبط لي غير موضوع كمان؟ ناوي ترجع مصاري فؤاد؟ بعتت خبر لأبوكي، يا بولوت يا أما المصاري. بس معقولة؟ بولوت أرخص بكتير. لو الشغلة لأبي ما بطلبها، بس المصاري لفؤاد. أنا ما بقدر زعلك أبدا يا حبيبتي، بدل ما تزعلي أنت لازم يزعل بولوت. أنت بحياتك حبيت مرة قد ما حبيتني؟ أنا كنت رح أجي لعندك خليل بيك، ليش عزبت حالك؟ أهلا وسهلا. لا يا أغا ما في فرق، يعني إذا مرضان ما بطلع. أنت هزمت مشاكل كبيرة، هلأ شقفت ميكروب رح يقدر يهزمك؟ يا ريت تفهم الموضوع لجماعتي. جماعتك؟ قصدي مراد. شرف شرف، تفضل. جاويد أغا، مؤخراً فايت لك بشي شغل مو تمام. مثل شو يعني؟ في حدا ذكر اسمك قدامي يا جاويد وقال عم تشتغل غلط، بس أنا قلت لمراد ولك جاويد أكابر وما بيشتغل بشي غلط، ليكون شي من ورا ظهرك أو حدا من اللي عندك شغال مع المنظمة. ومنشان هيك جاي خليل بيك؟ انت ما بتعرف انه انا والمنظمة اعداء لدودين وما منتفق ابدا؟ هاي ادعاءات باطلة، بس الاصدقاء اللي مثلك كتار، وقد ما كانوا اعدائي كتار ما بترجع. بإذن الله. آخ يا أمي آخ. تفضل. شامو خلاص خلاص. والله حاسس إنه راسي رح ينفجر. حياتي طيب ليش؟ هن عايشين وشفناهم. والله ما بعرف، إذا ميتين مشكلة وإذا عايشين مشكلة أكبر. أكيد مورو صار واشي لإسكندر وراح يقتلنا هلأ واحد ورا الثاني. حبيبي أنت عم تزودها. قومي ضبي شنطتي هلأ يلا أوام. إيه حبيبي أنا اشتقت للندن كتير، منروح لهنيك. أنا لندن هلأ يعني ما في أنا أبيع ما يسخن بشي قرني؟ طيب منروح على باريس. باريس؟ إيه باريس أحسن، يعني على القليلة ما منحس بغربة. أحمد قاية هنيك ويلماز قوني هنيك، حتى مرت أمين تاري هنيك. ولك شامو شو بدي أعمل فيك هلأ؟ مورو انت ميت؟ لا
بموت بلا ما أخذك. ولا كيف بتشوفني وما بتوقف لي؟ كيف بدك ياني وقف؟ قلت لحالي بطلت ثوري وصرت واشي. معناتها بتهرب ولا؟ إذا أنا واشي دعسني بالسيارة وبعدين روح. والله أنا كنت بدي ساويها بس هي اللي ما قبلت. شو هالشنطة اللي بيدك ولا؟ هلأ إذا قلت لك ماركتها رح تعرفها يعني؟ معلم البرجوازيين بيحملوا منها براندا. هاي براندا؟ سكتي ليه؟ لا شامو؟ شو لهالدرجة أنت تيس؟ بتخبر اسكندر عن زميل الثورة؟ الله يكون بيعوننا يا مورو، نحن الاثنين بلينا بنفس البلوة. في لها دواء هاي؟ لا تعصبني بتفاهتك ولا؟ ليش الثوري بيقعد بحضن اسكندر؟ شامو أنا جاي نصفي لحسابه بشكل نهائي. يا بدك تكون معي أو بدي أخلص عليك هون. بسافر عباريس وبعدين إذا بدكن اقتلوا بعض خرسي. يا حلوة رح نقضي اليوم بالأوتيل وبكرة بجبل المالديف. فؤاد شلون قادرة نضل هادي ومبسوط؟ وليش لا؟ الناس قوصوا على بعضهم الليلة. مشان هيك حنروح يا حلوة. اسمعي أنا وأنتي حنروح على المالديف مرتين كل سنة وهيك ما في شي بيزعجنا. شباب انتو ما راح تفوتوا على الغرفة ايه؟ حاضر طبعا. ممتاز. العمى هذا بولوت شو بحب المبالغة. يا حلوة قديش وزنك؟ ولشو هالسؤال؟ مو لازم احملك؟ انا تارك الرياضة هلأ ليقوم يصلي شي. لا تمزح فؤاد. بيقولوا مشان الحظ يا حلوة. انتوا احكوا وبس تخلصوا حكي انا واقف على الباب. تعطيني خبر. عودوا لا انت ليه جاي لهون؟ جاي اقدم لكم الهديه. والله ما في داعي تعذب حالك. ولا انت لا تحكي. لو سمحت اطلع لبرا ميماتي. لا عيب بصير ما نضيف ضيفنا شيء قبل ما يروح. shame on you. shame on you. شو بتشرب ولا بتشم؟ بولوت جايب لي طبخه ولا اختها. ما دام كل قصدك توجعيني وتتجوزي لتغيظيني. درتي وما لقيتي غير هاد. انت شلون تغلط معي هيك؟ يعني شو مفكر لي حالك؟ ميماتي انا متزوجة فؤاد تتر اغلو. باي منطقة عم تحكي هيك مع زوجة واحد تاني؟ ليش الحكي مع الاموات في قانون بيحدده؟ فيك
شو القصة؟ امشي لنروح. ما تتدخل بولوت. بعدين كيف بدك تخدعني هالمرة؟ يعني شو بدك تقلي لحتى تخليني اتراجع واطلع بدون ما اقتل هاتنين؟ فيني وشوشك بإذنك. روح لشوف. هيك بيقتلني الفضول. قبل ما تقلي شو قلك ما رح خليك تمشي. معناتها استنى لوشوشك. لا 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 لا، هاي ما طلعت ادنو. بدنا نروح مماتي. حطيله تلج بيطير بسرعة. وين ماما نازك؟ جوا نايمة. كيف وضعها؟ سيء. القلب عن جد؟ معناها ما عم تنق عليك لتتجوز هلأ. رح يعملوا لها عملية. لا تخاف لا تخاف، ما بتموت، ما رح تموت قبل ما تجوزك. شو أعمل؟ لك يا أخي عن جد أنت قديش عم تعاني من هالختيارية؟ ختيار بيقلك ما بصير تتجوز، وختيارة بتقلك تجوز. معك حق. تجوزت وشفت اللي شفته، تجوز كمان وشوف. لازم تجرب لحتى تعرف. صح، انت ساعدتني كتير يا حكمت. هلا شو رح يصير بشغلة اسكندر؟ طبعا بده يموت. وبدنا نشوفها؟ ولا رح تتركها من بعدك ميراث لابنك الصغير؟ أكيد رح نشوفها. منشوفها. مرتي ما شافت بس نحن منشوف. رح أقتل اسكندر قدام عيونك يا حكمت. We'll be right back.
له نعم. شريك ما عم تكذب علي مو؟ صبرك يا شريك. بشرك معلم، مكان اسكندر لقيته. مين؟ جاويد أقارسو. وليش عم يتصل لهون؟ أنا لازم ألتقي فيك. أنت جنيت لك جاويد؟ أنا لقاء هاد ضروري. حتى لو كان ضروري ما في. لك أنت كيف بتكشف حالك؟ شلون بتتصل فيني؟ كيف بتتصرف بهيك غباء يا أشتب؟ مراد علم دار ملاحقني. مماتي في قدامي تفرع. شمال ولا يمين؟ على الشمال. في طريق تراب، وصلت له؟ بس هون ما في طريق تراب مماتي. لازم، قال ما في طريق تراب. لا تعمل شي لحتى وصل. ولا تكشفوا حالكم منهم. قال كاظم خليك دغري معلم، رح نحاصره. مماتي انا شو قلت لك؟ سمعت معلم سمعت. اصلا نحن اربعه وما بنعرف كم واحد جوا. انتبه اوعى توثق ببولوت. صاير مشكله بينهم وبين اسكندر. لو ما هيك ما كان بيجيبني لهون. مماتي مماتي معلم. في سيارة تحضرت لتروح. رح يهرب السافل. شو نعمل هلأ؟ هلأ ادعي مراد على مداري لحقنا، لأنه عندهم قناصات بنواضير ليلية بتصطادهم. صدقني بيصيبوا أنفك زبت بينهم. We'll be right back.
يمكن المعلم بيعرفنا وين من صوت الرصاص. شوف حدا، خليني اوصل اشوف. ماشي معلم. كمان جوات البيت. وعدني ما تلمس انجي بنوب. بدك ياني رد لك شميلك؟ ايه. مراد علمدار رح تقتلني مثلا؟ شو يا سيد تركي؟ آسف على إزعاجك بس الوالدة تعبت، يا ريت إنك تجي.
جاي. شو راح نساوي؟ اتصل بشريكك خلي يجي ياخذ معلمته. معلم اذا مناخدها نحن اسكندر بينجبر يجي لعنا. ليش اسكندر مماتي لحتى يلحق مراه؟ اها شكرا لك. خير شو في؟ صار معها تشنج. وكيف هلأ؟ تحسنت شوي بس بصراحة وضعها مو منيح بنوب. نقدر ننزل لها ضغطة وقت اللي بينزل بنعمل لها العملية. وامتى بده ينزل؟ بدنا نستنى. عملنا كل الإجراءات اللازمة وإن شاء الله خير. ابني روح على البيت لازم ترتاح شوي. أنا منيح. على القليلة روح غير ثيابك يا ابني. هلا الشباب بيجيبوا لي شيء البسه، إذا بدك أنت روح ارتاح. لا. علي صغير ضايج حرام. إبرو هلا جاي. تاخدوا علي وبتروحوا من هون على الروضة. أصلاً منيح إنك ما رحت. هيك بتوصلها أنت. أنا لازم روح أغير ثيابي. وبتدوش بلكي بصحى.
شو عم تعمل عمران؟ ولا شيء. شو يعني ولا شيء؟ عم حاول عود حالي عالشغل بإيد وحدة. جيب لك فطور معلم؟ لا مالي نفس. طيب أنا بالصالون. صار شي حكيتي معه؟ لا ما جاوبني. رجعي دقي بعدين بحاول. ممكن تعطيني قائمة المرضى؟ لوين رايح؟ ليش قمت من تختك؟ أنا منيح. جاويد، إذا بيكون كلامك مو مستاهل والله رح أبعتك من هون لأدفنك ورا الشمس. مورو مانو ميت. أنا مورو هاد. مورو ما ضل منه حتى العظم. شلون قعدت عظامه قدامي مبارحة ومكسية بلحمه؟ مراد على مدار لعب لعبته مرة تانية وخبرني إنه مراد ملاحقني وإنه خليل إبراهيم رح يجي لحتى يوقعني. إيه؟ كل اللي حكى مزبوط. شو بده منك هلا؟ يشتغل عندي. قال هرب من ايد مراد وزلمه وفورا اجى لعندي انا. سيد اسكندر، انا كنت بحلها لوحدي، بس هذا مراد على مدار مين بيعرف اسمي حتى يبعث رجاله وراي؟ اكيد في جاسوس، واكيد مراد على مدار اكتشف بعض الشغلات اللي بتخصنا نحن، بس ما في شي بيده. تأكد، لو كان بإيده شي ما كان بعت لك زلمة، كان إجا هو. إيه سيد مراد، جاويد أقارصو طلع تماماً مثل ما قلت لك.
يعني برجوازي وعميل سري. أبي يكون خاف وعطاك هدول لحتى يصرفك. هو إقطاعي وفي عنده 40,000 زلمة، ليش لا يخاف مني؟ وعلى شو اتفقتوا؟ ما اتفقنا، مستنيني اليوم. مورو، اوعك تعمل أي شيء بدون علمي. إذا مثل ما عم تقول معناتها مانو لوحده، اسكندر وراه. سيد مراد، شو قصدك بهالحكي هلأ؟ يعني في لزوم ذكرك بأهم خصوصية ثورية عندي؟ يعني النضال معك كتف بكتف ضد الإمبريالية شيء حلو، بس بدك تنصفني. تمام، فهمت عليك، فهمت عليك، بدي أقلك على الموبايل. شو هادي؟ يلا. معلم، شو قال السيد مراد؟ قال انه مبسوط منك وبشكل مو طبيعي. شو يلي بده يقوله يعني؟ قال ما تعملوا شيء من دون علمي. مظبوط كلامك، الحياة صعبة لما بتشتغل عميل مزدوج. لا انت العميل، قليل ادب. بس لبناتنا اسمه شراكه. ايوه، يعني بنقدر انه نسميها شراكه استراتيجيه. معلم برافو عليك، ايديولوجيا ما اتفقنا بس بنتعاون. وبعد هلا انا ما مضطر اخبر حدا بالقاعده بالمره. سبع يا معلم، بيسترجع عصبني. بابا بيعرفني هونيك، وما هيك جاب مراد على مدار. قلت لك وانت لسه بتحميله بولوت. أنا ما عم بحمي حدا يا أنجي. إذا صار اللي عم تحكي أنا بتصرف. يعني كيف بابا؟ رح تقله لبقى تعيده وتشده من إدنه مثلا؟ بلوت ابنك أكتر مننا؟ إذا ما بتحلى أنا اللي رح بتصرف. قلي له يجي. نادو بولوت. انت خبرت مراد بمحل اسكندر؟ ايه. وكيف بتعرض حياة بنتي للخطر؟ ما عرضت حياة بنتك للخطر أبدا، بس الحقيقة أنقذت حياة ابنك فؤاد. بالله اشرح لي كيف هاي. لو ما قلت لميماتي وين اسكندر بالوقت المناسب كان قتل السيد فؤاد. لا مراد ولا ميماتي كان بيجي بباله مجرد فكرة يعملوا شي للست انجي. هيك صار، مع أنهم كانوا بيقدروا يساووا كل شيء طبعا.